مشاهدينا طبعا مثل ما لاحظتوا اهالي القريه كلهم بخير وسلامه، هم متجمعين بهذه المدرسه بشكل مؤقت، راح يتم تخصيص سيارات لهم وينقلوهم الى مكان امن في مكان اخر. الحمد لله على السلامه. شلون كنتوا تتابعون الاخبار عبر اي قناه وشلون؟ والله قناه الموصليه يعني يوميا بالتسعه نشوف الاخبار مالكم. القناه مال قريتنا يعني يوميا بالتسعه ماكو ندحق عليها الا ما تنتهي الاخبار كامله يعني. زين كانوا يخلوكم انه تتفرجون على القناه ولا شلون بشكل سري؟ احنا بسري بشكل سري إيه؟ ما يسمحوا لكم انه تتفرجون على الموصليه؟ ماكو اقول لك يعني احنا شوفونا شوفونا شيء ما احنا شايفينه. هسه طلعتوا ما منعوا هذا الشيء بس احنا يعني نخليه سريا ما نخلي الصوت يطلع هذا. الحمد لله والشكر لله والنصر قادم وداعش مسحوق تحت القدم. ان شاء الله. نضحك عليكم انتم كلكم تطلعوا في التغوية العالم على نضحك نقول يا رب ان شاء الله احنا هم يجينا يوم والحمد لله جانا اليوم. الحمد لله والشكر لله. يلا مصطفى